شكل من جهة الأشياء الجزائر. طبعا ناوي ان شاء الله يا جماعه الشغل اللي هيبقى من بعيد وفي فترات طويله هنخليه 360، والشرح والتفاصيل في المكنه هنخليها ان شاء الله 700. هنغير الكواليتي بتاعها في الفيديوهات عشان برضه انا ادخر وقت واعرف اشتغل واصور لكم واعمل ابلود في وقت قليل. في تقريبا اشتغل تاني آخر مرة، مكان طبعا غير اللابتوب والموبايل، هو تقريبا شبه الموبايل في الإعداد. يعني احنا في البي سي ساعات بنحتاج ان احنا نظبط خطوات الأول، في البرنتر مثلا موضوع شبيه، هي ليها زي بايوس اللي رمينا من عليه الفايل من قائمة الأدمن والداونلود واليو اس بي سامب درايف، بس مفيش الاسم، اللغة، البلد، الكلام دوت. لما المكنة بتفتح بتسأل عن التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية والبلد اللي احنا موجودين فيها. طبعا الخطوات دي يعني برضو يعني حاجات للإيميلز ولاستخدام المكنة يعني كفانكشن. لما هنطبع ونصور الموضوع ما بيحتاجش غير كابل، فلاشة، ورق، حبر، حاجات ايه أساسية ان المكنة تشتغل. طبعا في لغة عربية يا جماعة، ايه طبعا انا هعمل اي حاجة عشان افرجكم على المكان وخلاص. بتاعت الاعداد اللي اتفقنا عليها دي ونمسح الانترنت ونستيس. فيوتشر سمارت ده سوفت وير كويس. عندنا ويندوز 10 الصفحة دي بتتفتح عندنا في ابلكيشن، مجرد ما نوصل المكنة ونعرفها او لو في انترنت. طبعا هدور على التقارير، وتقريبا عندنا هنا لوحدها روبوتس. يمكن عادي ملي بيرنجو وانا فيها زي ليد صغير للورق لو المكان مفيهوش اضاءة. هنوصل الزرار ده يا
طبعا فيها ورق كان مطبوع، هي لسه شغاله. العلبه شكلها بتفضى، ما اشتغلتش زي ما احنا شايفين. العلبه لو السبلاي بتاعها ضعيف جدا. هنشوف الاسكانر زي ما اتفقنا، المكنه فيها دوبلكس فوق سكان. سكان طبعا دوت يا جماعه في كذا بند زي ما اتفقنا، اهو قدامنا ايميل نتورك فولدر يو اس بي سكان تو جوب ستورج تو شير بوينت. الحاجات دي مع ويندوز 10 بتشتغل بسهوله. من كوبي بقى هو قصه تانية، هنجرب دوبلكس ونشوف المكنه. مالها دي؟ بتسف ورق؟ بتسف ورق؟ عايزه دلوقتي؟ زي ما احنا شايفين يا جماعه ده دوبلكس، اسحب الورقه تاني وترجعها. كذلك في الطباعه، طلع الورقه اسحبها. مكان محترم جدا، مكان ما كانش فيها اي مشاكل طبعا، الحبر ضعفان. علبه، شكرا